بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم معنا قصص جميلة جدا جدا، ومعنا في الدرس اللي بعد هذا قصة شاب اعتنق الإسلام بعد متابعته لقناتي لمدة طويلة، ثم حصلت معه معجزة بالنسبة له أذهلته وقد تذهل الجميع. والله إشي سبحان الله، عندما يعلم الله أن فيك خير سيأتي بك. نعم، هذه القصة سنتركها للدرس الثالث. نعم، وكل درس أنا بطلع 35 دقيقة لأنه الوقت لا يسمح لي إخوتي الكرام أقل من هيك. يعني أنا كان ممكن أعمل درس طويل وأخلص الدروس كلها، لكن في الفيسبوك، الفيسبوك يستقبل الدرس كله، لكن بعد 35 دقيقة ما في صوت، يذهب الصوت، لا أدري لماذا. طبعا نحن نزف لكم بشارة أنه فتحنا قناة على التليجرام، ممكن أنك تفتح أخي الكريم التليجرام عندك من الأب ستور وتبحر مع مئات القصص للمستغفرين، مئات، وستصبح آلاف إن شاء الله، لأني أنا كلما يعني كان عندي وقت بنزل القصص التي وصلتني، في قصص كثيرة وصلتني، لكن وقتي لا يسمح لي أني أشتغل كل هذا الشغل ما بين درس، ما بين عندي أوراد، عندي يعني سورة البقرة، عندي الاستغفار، أتابع أجيب مع المشرفين معكم. نعم، الحمد لله رب العالمين، لكن أول بأول إن شاء الله. فهناك كثير من القصص نزلناها على القناة الجديدة في التليجرام، منها تسجيلات صوتية لأصحاب القصص، ومنها تدوينات تركوها في التعليقات، ومنها رسائل كما سنقرأ الآن. يعني بالدرس القادم سنقرأ قصص، لكن بدي أبين شيء، لأنه أنا نزلت في الدرس السابق أنه تكلمت على قصة شفاء من البروستات. البروستات هي مرض مزمن، يعني بغلب كثير يا جماعة، هذا بصيب فئة فوقي 50 سنة بالغالب. بالغالب أنا كان يعني عندي هذا الشيء، وعند أكثر الرجال هذا بصيبهن هذا المرض، وبصير أنت أجلكم الله بالليل رايح جاي على تتبول، ما بتقدرش، لا تستطيع، إن حبست أجلكم الله البول راحت عليك، بصير مشكلة كبيرة. وحتى عندما تسافر فمعك وقت قصير، لأنه بدك أجلكم الله التبول، فما تمسك البول أكثر من لازم، لأنه حبسته بنمسك، بصير مشكلة. عشان تفهموا مشاكل عظيمة، استغفار قليل انتهت. هذا الأخ، أنا شفاني الله لا أستطيع النوم بسبب البول أكرمكم الله، فانهض مرات عدة في الليل فشفاني الله بعدما لزمت الاستغفار، الحمد لله. أنت بتعرف هذا المرض لربما يعني ملايين الملايين مصابين في هذا المرض، بعد جيل 50 بصير هذه المشكلة مع الرجال. عفانا وعفاكم الله إن شاء الله. شايف الله لا يعد المستغفر، إلزموا الاستغفار، والله ستنعموا. اتركوا الذنوب سبب الذل والهوان والقلة، اتركوا، شغلوا سورة البقرة في البيت كل يوم، رش البيت في الماء المرقي هاي، وأذكار الصباح والمساء بتساعدكم إنك خلاص أنا بطلت بدي سقطات. نعم والله بتساعد كثير، تاج الذكر وكل أذكار الصباح والمساء، حافظوا عليها بتساعدكم. نمسك القصص الآن. أختنا أم رفيدة تقص علينا قصص ما شاء الله عليها، القصص أصحابها بعثوها لأختنا أم رفيدة وهي قصتها، لأنه في ناس بداش صوتها يطلع أو لا يعني ما في عندها لغة فصحى، فعشان هيك أختنا أم رفيدة مشكورة جزاها الله خير بتقص، ويعني سبحان الله جميل سردها. يلا نسمع، وستكون عندنا قصة الذي أسلم بالدرس القادم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. مع بلغوا عني ولو آية في همس المستغفرات. لدينا قصة اليوم من المغرب، تروي صاحبتها ما حدث معها وهو شبه معجزة. تقول الأخت الكريمة، من فترة كورونا لديها ابنتها تدرس في المدارس العتيقة أو المدرسة العتيق، وهذه مدارس تدرس الشريعة، وهي مدارس داخلية، بمعنى أنه الطلاب بيسكنوا بيأكلوا بيشربوا مقيمين في المدرسة، بيروحوا عند أهلهم في أيام العطل فقط. فتقول أنه ابنتها مع الأسف لما جاءت كورونا توقفت الدراسة، راحت كورونا، فكل المدارس قلت أثار كورونا، فكل المدارس فتحت إلا مدرستهم أو هذا النوع من المدارس، لأنها مدارس داخلية، وبالتالي الضرر الإصابة والعدوى وانتقال العدوى بين الطلاب يكون قوي، ولذلك بقت المدرسة مقفلة. تقول أختنا الكريمة، وبالتالي هذا أدى إلى تعطل ابنتها في مواصلة دراستها في هذه المؤسسة الخاصة التي تدرس العلم الشرعي. فتقول يعني تدرس العلم الشرعي بالإضافة إلى المنهاج التربوي العادي. فتقول مع الأسف ضيعت ابنتها لحد الآن يعني 3 سنوات. تقول رجعت أختنا الكريمة بحثت كيف عن سبل تسجيل ابنتها في مؤسسة يعني مدرسة حكومية نظامية عادية لتكمل دراستها، وابنتها متفوقة في الدراسة. فتقول عرقلة أخرى بسبب الوثائق، ووثيقة لم نجدها، لم تكن مطابقة، والوثيقة المطابقة تأخرت، وبالتالي تأخرت ابنتي سنة أخرى، فصارت مضيعة أكثر من 3 سنوات. تقول أختنا الكريمة، بعد جهد جهيد قبلت ابنتها في المدرسة العمومية وواصلت دراستها، ومن المفروض العام القادم إن شاء الله تكون بكالوريا. فتقول أختنا، نعم نجحت ابنتي هذا العام يعني بفضل الله ولزومي أنا للاستغفار، لأن أختنا الكريمة كانت قد بحثت طويلا عن ملجأ، عن مخرج لما هي فيه. فتقول سبحان الله، وجدت قناة الأخ محمد حجازي، ومن بعدها لزمت الاستغفار وشعرت أنه هذا الكلام موجه لي. ثم تقول تركت القناة وطلعت وتفرجت وشفت قنوات أخرى، وإذا بي تعليق في إحدى القنوات يكتب عليكم بمتابعة الأخ محمد حجازي بلغوا عني ولو آية. تقول أدركت أن الرسالة لي وعلي أن أخذها بمحمل الجد، وكان الأمر كذلك. والمهم أختنا، وهي مستمرة على الاستغفار هذا العام تنجح ابنتها، ولكن مع الأسف هناك حزن شديد يعتري قلب الأم وابنتها. وتقول ابنتي دخلت في حالة شديدة في السنوات الماضية بسبب توقفها عن الدراسة، وهي متفوقة، يعني سبب حالة من الاكتئاب أصابت ابنتي، ويأس من يعني واستحالة تكملتها لدراستها، ولكن الله سلم جل في علاه. لكن تقول هذا العام رغم نجاحها ونيلها لمعدل ما شاء الله جيد جدا، إلا أنها يعني انتظرنا أن تطرد ويحال ملفها إلى الحياة العملية، ولا يمكنها أن يعني تجتاز العام المقبل البكالوريا بإذن الله. تقول أختنا الكريمة، ابنتي الآن صار عمرها 19 سنة، ومن وصل سن 18 سنة لا يعني القانون يمنع أنه يعني يجتاز امتحان البكالوريا سبحان الله. فتقول هذه السيدة، تقول ذهبت للإدارة لهذه المؤسسة التربوية، فيخبرها المدير أنه ابنتها ستكمل العام القادم، فتسأله كيف وأنا ابنتي الآن يعني صار عمرها 19 سنة والقانون يمنع. فتقول قال لي خلاص أنت
جيبي الوثائق اللازمة ونحن قلنا لك أنها ستواصل وانتهى الأمر. تقول ما هذا؟ وكأن القانون تغير لأجل ابنتي. تقول رحت للنيابة كأن هناك جهة يعني النيابة جهة مقررة، الجهة التي تقرر. الأخت سمتها بكلمة، أطلقت عليها كلمة النيابة، وهذا يختلف من بلد لبلد. المهم النيابة هي الجهة التي تقرر أو الجهة التي تحاجج على الطرف المراد المحاججة عليه، وربما هي الجهة التي تحاجج عن المؤسسة لتمنع مثلا هذا الطالب الذي تجاوز 18 سنة والآن صار في 19 سنة، لتمنعه من أن يقبل العام القادم. فتقول سبحان الله تكلمت مع هذه النيابة وهذه اللجنة فيخبروها أن ابنتها يمكنها المواصلة. فتقول أنا ذهلت لهذا الأمر، كيف أن القانون يتوقف عند ابنتي لأني مستغفرة؟ القانون توقف يا إخواني، نعم القانون توقف لأجلها. لدينا قصة أخرى يتوقف فيها الزمن، يعني والله الشاب الذي يعني احنا روينا القصة لا نريد أن نعيدها، توقف وكأنه هو قال أنا شعرت أن الزمن توقف لي وأنا كنت مستغفرة، وانطلقت أنا وزميل العمل وقد سبقني بأشواط حتى كان لا يكاد يراني ونحن في الصحراء مسافة شاسعة. يقول لما وصلنا للمكان وإذا بصديقي وزميلي في العمل يصل بعدي ويقول لي كيف وصلت قبلي، كيف؟ ألا ندعو من بين الدعاء السفر، نسأل الله نقول له جل في علاه اطوي يعني عنا بعدها طيا، يعني من طوز المسافة لهذا الذي قال شعرت وكأن الزمن توقف لأجلي وقطع المسافة فعليا، يعني أتت أكلها، ليس شعورا ذاتيا فقط، لا شعورا ذاتيا أدى إلى نتائج على أرض الواقع، النتائج حسية، أنه وجد نفسه قد يعني اجتاز زميله في العمل الذي سبقه ربما بربع أو ربع ساعة وعشرين دقيقة، وجد نفسه قد سبقه ووصل قبله بفضل الله ولزمه للاستغفار. سنسجل إن شاء الله قصة أخرى، كانت هذه قصتنا لأختنا من المغرب. نعم سبحان الله صرنا لا نستغرب، يعني صرنا أختنا من المغرب وصرنا لا نستغرب على نفس الوزن والقافية، صرنا لا نستغرب فعلا ولا نندهش لما يحصل، لا نندهش، إننا أمام رب كريم، يعني من يحرك السحاب ينزل السحاب، ينزل العقاب، يرفع البلاء ينزل البلاء، يرفع أقوام ينزل أقوام آخرين، يعني يغير المناخ، يحرك لك كل ساكن ويسكن لك كل متحرك. أيها المستغفر لتعيش في هذه الدنيا لا تأسى على شيء ولا تحزن، فلك رب وعدك بالكثير إذا لزمت الاستغفار، طبعا مع ترك الذنوب والتوبة الخالصة المخلصة لله. كانت هذه همسة الليلة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله، نكمل إن شاء الله بقصص ما شاء الله تبارك الله سبحان الله على عظمة الاستغفار. عظمة الاستغفار يا جماعة، هذا زمان الذل، من ترك الاستغفار أذله الله، من ترك الاستغفار أذله الله، ومن لزم الاستغفار رفع الله قدره ومقامه إن شاء الله. وسترى عجبا من فضل الله بالاستغفار. أول الغيث قطرة، ربما شفاء، ربما قضاء دين، ولكن الخير العظيم بالطريق إليك. أنت لا تدري، أنت ستصبح ابن الملك الذي لا هم له ولا شيء، وأبوه يعني أبوه ذو سلطان فلا يخاف ولا يجزع، وأرزاقه ولله المثل الأعلى، سيكفيك الله شر كل ما همك ويعطيك كل شيء. لكن استمر، مش أنا أستغفر وأنا لا تصر على الذنب، الذنوب هي الطامة الكبرى. قلنا إحنا في عنا قناة ستكون في التعليق الأول دائما، قناة جديدة لقصص المستغفرين. هذه القصص سأتبعها بقصة إسلام لأحد الإخوة،
اعتنق الإسلام، وقصته فيها نوع من الغرابة صراحة، والحمد لله رب العالمين من علم الله بخير أسمعه عن الاستغفار وعن بلغ عنه الآية وعن كيف التوبة والرجوع حتى يجد مش فقط معلومات عامة. ديننا مش معلومات عامة، الدين الإسلامي مش معلومات عامة، دين تطبيق، منعيش نقطف الثمار ونرى معرفة الله. كل شيء وعد الله نراه أمامنا، ونحن نشهد أن الله قال فوفى، نشهد رأينا بأم عيوننا، ونشهد لله جل في علا إنه حقق الوعود التي وعدنا إياها. هيك هذا الدين الحق، هذا هو الدين الإسلام، حل كل شيء. الحل في الإسلام ونحن ضائعين، كيف؟ لأنك بتطبقش، فقط تقرأ وتطرب على القراءة، وذاك كلامه طيب وذاك عنده مؤلفات وكل كلام بكلام، لكن تطبيق ما فيه أم في ذيل الأمم. الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا المتتبعين، بلغوا عني ولو آية عن محمد حجازي. إخواني لدينا قصة اليوم من فلسطين لأخت معنا مستغفرة وآخذة لسورة البقرة. أختنا الكريمة تقول لديها ولدان، الأكبر الكبير عمره 19 سنة والصغير 12 سنة. الولدان لديهم حالة من التشنج، بتجيهم حالة من التشنج يعني تشبه الصرع ولكن ليس صرع. أعتذر، أظن أن هذه القصة نزلتها بقصة الدرس السابق، خلينا نسمع القصص الأخرى، وإذا ما كنت منزلها لأنه الوقت ينفد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا متتبعي، بلغوا عني ولو آية للأخ محمد حجازي ومتتبعينا في همس المستغفرات. اليوم معنا قصة يعني جديدة، هذه القصة أنا عن نفسي أثرت فيه بشكل لا يوصف، أثرت فيه بحيث أني صرت أقول يا الله بيننا يعيش هؤلاء. قصتنا اليوم من المغرب، من أخت فاضلة ولا أزكيها عن الله، يعني سبحان الله بتروي قصتها بكل تلك المشاعر، وقصتها صار لها 12 سنة ولكنها مستمرة مع بلغ عني ولو آية. تقول هذه الأخت الفاضلة أنا متزوجة وبدون أطفال. في مرة من المرات يعني قررت أنه أعمل الحقن المشهري ولكن زوجها كان يرفض في كل مرة. تقول زوجها يشكك ويقول ما أدراكي، وربما يعني يحدث خلط في المعمل وهذه العملية غير مضمونة ولا أعلم من يعملها، وبالتالي أنا غير مطمئن. فتقول هذه الأخت الفاضلة تقول أنا أصريت على أن تقول رغم أنه يعني سبحان الله الأمور المادية كانت يعني غير ميسرة، ولكن قلت أني إن شاء الله سأقوم بهذه العملية. تروي أختنا وتقول في مرة من المرات كان رأت رؤية قبل أن تجري العملية. هذه الرؤية مفادها أنها رأت امرأة، إحداهما قالت لها سورة البقرة والثانية قالت لها الاستغفار. فأعزائي المشاهدين المتابعين، بلغوا عني ولو آية، لا تؤاخذوني إذا ما نسيت بعض التفاصيل التي لا تنقص من شأن المعنى. فهذه القصص التي تكون مليئة بالمشاعر، لو جلست وأخذت ورقة وقلم وكتبت التفاصيل كلها لن أنقلها بمشاعرها، فأنا أريد أن أنقلها كما تأثرت بها. لا أريد أن أعطي الوقت للكتابة فيذهب إحساس السيدة الذي وصلني ووصلني بعمق. فتقول رأيت هاتان الامرأتان، إحداهما تقول لي سورة البقرة وعليك بسورة البقرة، والأخرى عليك بالاستغفار. تقول نهضت وبدأت وعزمت في أخذ
ولزوم سورة البقرة والاستغفار، وبدأت بأعداد قليلة الاستغفار، وتقول بدأت الاستغفار كان بالمئات، تقول وبدأت أصلي قيام الليل بسورة البقرة مع الدعاء، وفي كل مرة تسأل زوجها حول التلقيح المجهري تقول يرفض ويشكك وغير مطمئن. فتقول هذه السيدة التي مشاعر الأمومة بداخلها تدفعها نحو هذا الحل الذي باتت تراه يعني وحيدا أمامها، تقول رغم ظروفي الصعبة يعني جمعت ما يمكن لإجراء هذه العملية، ورحت وعملت عملية التلقيح المجهري في المعمل، والدكتور أصر وبين لي هذه العملية يجب عليك أن يعني تكوني في وضعية نوم على الظهر وترتاحي كلية، لا عمل بيت ولا وقوف ولا أي شيء، يعني مفروض تجد من يخدمها. فتقول أختي هذه سبحان الله، تقول طلعت من المعمل حتى ثمن الطاكسي لا أملكه، يعني تقول مشيت مسافة أكثر من ساعة حتى وصلت إلى بيتي، وهي خارجة من المعمل المفروض يعني لا تتحرك. تقول وصلت إلى البيت ولم يكن بالإمكان أن أنام وأخذ بالتعليمات، فكنت يعني لازمة بالاستغفار وأخذها بسورة البقرة، وأسأل الله أن يوفقني في هذا وأن يحقق لي حلمي في أن أكون أما. وتضيف أختنا الكريمة تقول بعد أيام يعني وجدت نزيفا، فيعني ارتعبت واتصلت يعني بالدكتور، فأخبرها أنه يجب أن نقوم بفحص وتحاليل. ذهبت للطبيب فأخبرها أنه يعني الحمل قد تفقده يعني بالوضع الذي هي عليه، لكن قال أعطيك هذه المضادات وهذه الأدوية وبعد أسبوع تعودي لمعاينة أخرى. تقول ذهبت وعدت لبيتي بعد أسبوع، رجعت للمعاينة فيقول الطبيب الحمل في مكانه والجنين بخير، واستغرب يعني النزيف كان قويا فكيف أنه هذا الحمل يستمر. تقول أختنا الكريمة الحمد لله يعني استمر حملها، وتقول في إحدى الليالي استيقظت فذهبت يعني باتجاه المكان الذي فيه التلفاز في بيتها، فاكتشفت أنه زوجها يشاهد أفلام يعني غير لائقة. فتقول يعني تأسفت وقلت أنا يعني أسعى لأن أنجب أطفالا وزوجي بهذا الحال. استمرت أختنا على الاستغفار وأخذ سورة البقرة وأنجبت مولودها سالما معافاة، تقول هو الآن عمره 12 سنة. تقول أختنا مضت السنوات وسبحان الله وأنا لدي رغبة شديدة في الإنجاب. المهم أختنا تقول بعد مضي هذه السنوات كلها تعرفت على قناة أخونا محمد حجازي في اليوتيوب يتكلم عن الاستغفار وسورة البقرة، وكنت أسمع القصص للأخت أم رفيدة وأتابع كل ما يعني تنشرونه من أخبار ومن مواضيع على قنواتكم المتعددة. تقول أختنا هذه سبحان الله يعني أصيبت بحبوب في الوجه، فأنا هذا المقطع استوقفني بصراحة، يعني لا يمكن لهذا المقطع إلا أن يهز أي إنسان. فتقول ذهبت إلى الطبيبة الجلدية فأعطتها بعض الأدوية، ثم أعطتها يعني العلاج كان يتسبب في جفاف البشرة جفاف الجلد،
فبيؤدي لالتهابات شوية في العيون لأنه يعني قوي. فتقول أخبرت طبيبتها فتقول لها تعالي وأعملي التحاليل للدم، فلربما يعني أنت يعني ما تقبلتي هذا العلاج. تقول ذهبت إلى المعمل وعملت تحاليل وأعطيتهم يعني الورقة الطبيبة اللي فيها تحاليل الدم حول إذا ما كان جسمي يرفض هذا العلاج. فسبحان الله تقول أخذوا مني الدم لأجل هذه عينة يعني من الدم حتى لأجل هذه التحاليل، وعدت إلى بيتي تقول لا شيء في بالي ولكني لازمة للاستغفار كما قال أخونا محمد حجازي وآخذة بصورة البقرة. تضيف أختي الكريمة تقول اتصل عليها أو اتصلت هي عفوا على المعمل لتسألهم عن نتائج التحاليل، فتقول يخبرها العامل يقول لها ألف مبروك أنت حامل. فتقول يعني مع علاقة الحمل يعني تقول فرحت واندهشت يعني ما هذا يعني حمل. فتقول سبحان الله يعني ذهبت ولأتبين وأخذت التحاليل وذهبت للفحص فيتبين أنها فعلا حامل وبدون أي تدخل لا تلقيح مجهري ولا غيره تدخلت حكمة وإرادة الخالق جل في علاه ورزقها بهذا الحمل بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، وبلزومها الاستغفار الذي به وعد الله سبحانه جل في علاه بالمطر وبالبنين وبالأموال وبالجنات وبالأنهار. اللهم أتي كل متابعينا وكل أمة لا إله إلا الله من فضل الاستغفار واجعلنا من يلزمونه يا رب يا كريم. تضيف أختنا الكريمة تقول سبحان الله حتى نعرف أنه تقادير الله عجيبة عجيبة. تقول يعني يا سبحان الله يعني بعد أيام من معرفتي أنه الحمل موجود تقول أصبت بنزيف ثاني، يعني كان حملها الأول بعده نزيف وحملها هذا بعد 12 سنة كذلك بعد ما تبين أنها حامل ويعني بدأ ظهر عندها نزيف. فتقول رحت لطبيبتي وبلغتها وعاينت الوضع، فتخبرها الطبيبة تقول لها مع الأسف الحمل خارج الرحم ليس في مكانه، الحمل الجنين طلع من الرحم. تقول يعني أعطتها دواء وكذا، فربما الدواء هذا الذي أعطته الطبيبة ليتمم عملية الإجهاض. تقول عدت إلى بيتي راضية مستغفرة يعني تائبة لله سبحانه وجل في علاه. متابعينا الكرام، أختنا هذه بعد عدة أيام من النزيف ومن أخذ هذه الأدوية تذهب لمراجعة طبيبتها من جديد ليروا الوضع، هل نزل الجنين كلية وصار الرحم يعني نظيفا خاليا من أي شيء أم ماذا. تقول الطبيبة تذهل بعد التصوير بالإيكو وتخبرها عزيزتي جنينك في مكانه وبكامل صحته. الجنين الذي طلع من الرحم وكان سينزل، من الذي بربكم أحياه ومن الذي بربكم أعاده إلى الرحم؟ هو الله الذي زرعه أول مرة في رحم هذه المرأة التي سبق وأن عانت من عدم الحمل ثم حملت جنينها الأول الذي هو الآن طفلا ما شاء الله على عمره 12 سنة، حملته بمعالجة وبدواء وبتلقيح مجهري، ثم بعد 12 سنة يعني تذهب لتعمل تحاليل خاصة بالجلد ولا علاقة لها بالحمل فيخبرها أنها حامل. يخرج هذا الجنين من الرحم ثم لا ينزل مع نزيف ومع أدوية
ربما لتتم عملية الإجهاض هذه التي جاءت لتبين لنا جميعا أن الله قادر على كل شيء. سبحان الله، أختنا هذه راضية بشكل عجيب. يعني يا إخواني، من الأسرار ربما يعني أن نرضى عن ربنا وعن عطاياه وتقديره. تضيف أختنا الكريمة تقول، يعني أريد أن أبلغكم وتبلغوا من خلالي كل الأخوات أن الله قادر، والله هو المعطي وهو الكريم. الله بيعطينا جل في علاه. والله أنا بسمع قصتها، طبعا أنا سمعت قصتها بصوتها، يعني سبحان الله راضية بالطيب، وتقول أنا الآن تقول مطلقة بعد حملي يعني إنجابي للطفل الأول، وأنا حامل بالثاني، وأنا الآن مطلقة. يعني سبحان الله راضية رضا عجيب، تدرك تماما، مثل يعني وهي بتقول سبحان الله، بتقول أنا سمعت قصة أختنا في كندا. يعني نعلم أنه وعسى أن تكرهوا شيء هو خير لكم. يعني كلام الله لا نحبث، عندما نسمع يا إخواني كلام الله نأخذه على محمل الجد. يعني إذا استهنا بكلام الله، فيعني أي الكلام سنأخذ؟ من أين سنأخذ الحقيقة؟ من غير الله، خالقنا وبارئنا ومصورنا ورازقنا سبحانه جل في علاه. راضية هذه السيدة ومدركة تماما أن طلاقها لعله خير. نعم، طلاقها خير، هذا الطلاق الذي وقع بلزوم الاستغفار وأخذ سورة البقرة، الله سيعوضها خير منه، الله سيعوضها، الله سيرزقها، الله سيفتح عليها. وأختنا الكريمة هذه طلبت منا الدعاء. أنا أقول لك يا أختي الكريمة، يعني من يدعو للثاني؟ يعني الله أعطاك إشارة وأعطاك رؤية على إثرها، يعني تم الحمل وأعطاك مولودا بدون يعني أي تدخلات بشرية، ليبين لك أنه هو المعطي. والله كذلك جعل جنينك الذي كاد يكون يعني مجرد عملية إجهاض جنينا سالما معافا، أعاده الله داخل الرحم وهو بكامل سلامته. نرجو أن تقومي إن شاء الله أختي الكريمة بالسلامة. ذكرتني قصة أختنا من المغرب، قصة أختنا من الخليج التي تكلمت عن كيف أنه زوجة ابنها طيلة 8 سنوات لم تنجب، ثم بلزومهم الاستغفار وأخذهم لسورة البقرة، الزوجة مع الزوج حملت الزوجة، وثم قالوا لها وأخبرها الأطباء أن الجنين مشوه، ثم دخلوا في حيرة. فأخبرتهم أختنا هذه من الخليج، أخبرت زوجة ابنها وابنها، تكلمت معهم وقالت لهم هناك الله الذي زرعه في رحمك، يعني وأنت بعد انتظار 8 سنوات أراد الله أن يكون بعد لزومك الاستغفار وأخذك سورة البقرة أنت وابني، ومن جعله في رحمك يتكفل به إن شاء الله ويكون سليما. وبالفعل رزقت بمولود جميل وهو سالم وعفا. متابعينا الكرام، في كل مرة نقف في حالة ذهول من أنفسنا، أين كنا وأين أصبحنا؟ كنا في غفلة، كنا في غفلة لولا أن أدركنا الله قبل أن يدركنا الموت. ولو أدركنا الموت لكنا نسيا منسيا، ولكن ينتظرنا عقاب أشد من عقاب الدنيا. نتمنى مشاهدينا الكرام أن تتابعونا في كل على كل قنواتنا إن شاء الله. بلغوا عني ولو آية، همس المستغفرات، قنواتنا بالإنجليزية، قناة أمريكا والقناة الأخرى التي تترجم كل ما يقدمه أخونا محمد حجازي بالإنجليزية، يعني وعلى قنواتنا على التليجرام، والالتحاق بمجموعاتنا الخاصة بالرجال والخاصة بالنساء في مجموعات واتساب. ومشاهدينا، من وجد بعد لزومه الاستغفار واخذه لسورة البقرة هذا الفضل وهذا الخير من الله، فليبلغ عن ربه لعله يكون سبب في هداية إنسان مسلم يعود إلى الطريق ويعرف الله حقا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
إخوتي الكرام، بعد أن يعطي الله جل في علا يعطيك شيء، أنت لطالما سهرت الليالي عشان يأتيك هذا الشيء، مثلا من الحمل أو من أي شيء، رزق قضاء دين، ثم تتراخى يقرصك الله قرص عشان ترجع. شفت هذا الجنين المشوه، هذا يعني 8 سنين، ثم سبحان الله هذه العودة السريعة، استغفر الله استغفر الله، كان بده يصبح في تراخي بالاستغفار لأنه خلص حملة المدام، فبده يصير في تراخي. فماذا فعل الله؟ طلعت الصورة مشوهة، رجعوا للاستغفار، طلع والدة الأخت جميل ما شاء الله، وهذه الأخت صار في طلاق، لربما في شيء أكبر. ولكن الله إن قصص كثيرة، إنه الزوج بعد الطلاق رجع ولكن بنى البيت صحيح بعديها. فهذا الكلام إنك أنت تتراخى، إياك أن تتراخى بعد أن فتح الله عليك، لأن الله يعني كيف بقولوا إحنا بنقولها قرص، هذه القرص هكذا تقرص واحد في نعم. وكان الله يعني يعطيك إشارة. معنا قصة جميلة عن شاب أسلم ودخل الإسلام، وقصته فيها شيء من العجب. إن شاء الله ساقه الله إلى قناتنا، سنزل درسه يعني إن شاء الله تباعا بعد هذا الدرس. نعم، الدرس راح يكون رقم 64. طبعا إحنا عندنا 1250 حلقة بالقناة، لكن بدأت أرقم من واحد، وصلنا إلى أهون للمتابعين، فوصلنا في الترقيم 64، لكن في قبلهن 1200 حلقة في القناة، أغلبها يعني 80% استغفار و 20% ربما سورة البقرة. دمتم بخير، أسأل الله العلي العظيم أن يفتح علينا وعليكم، وأن يبصر المسلمين في عيوبهم، ويحببهم في الخلاص من هذه العيوب ومعالجة هذه العيوب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانشروا هذا الكلام، اشتركوا في هذه القناة إخوتي الكرام، علينا يعني هم الأمة على 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 عاتقنا، وجدنا فلنبين للآخرين الدال الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون درس قلنا على في الرقم 64، شاب اعتنق الإسلام. ولا تنسوا الروابط في تصدق الوصف، عندما ينزل هناك روابط كل الجروبات، ولكن رابط القصص على التليجرام، في قصص عجيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.